الشاب ينبسط على البنت قوية الشخصية الموجودة في الجامعة والموجودة في العمل والموجودة على الشاشة والموجودة في أي مكان، وفي النادي الصيفي أو في الرحلة، ولكنه لا يمكن يستوعب إنها تجي نفسها قوية الشخصية على البيت وتضلي قوية شخصية، إلا إذا كان هو إيش؟ في صفتين: متصالح مع حاله ومربى. إذا كان مربى في بيت أهله ومتصالح مع حاله، سيعشق أن تكون زوجته قوية. والويه؟ لأنه سيعرف أن قوتها قوته، قوة البيت، قوة ظهره، قوة مستقبله. فالفتاة القوية الشخصية هي الفتاة التي تمسك البيت من المكان الصحيح وتقوده إلى أهدافه. لما تقول لك لا وغلط وأخطأت، تعال نراجع خطواتك، لازم تقبلها على جبينها، لأنها تأخذ بيدك إلى كل خير، كما فعلت خديجة ذات زمان. بس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهدأت من روعه، أخذته للمتخصص. من هو؟ ورقة بن نوفل، عشان يسمع منه.